وأقدمت الشرطة العراقية على تفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا عند المدخل الرئيس لحقل الزبير النفطي باستخدام الهروات وخراطيم المياه، كما تصدت لتظاهرات أخرى في العاصمة بغداد وتحديدا بساحة التحرير ومنطقتي الشعلة وحي العامل. يأتي تصعيد المتظاهرين في إطار سلسلة احتجاجات واسعة اجتاحت المحافظات الجنوبية في العراق تنديدا بتردي الخدمات وتدهور مستوى المعيشة. في سياق متصل قال مسؤولون في حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إني الإيطالية إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بحركات الاحتجاجات الأخيرة.